3/3/2017 واحنا في رحلة لتل مرعب، المنطقة الغربية للإمارات العربية المتحدة. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا لسه في بداية التل، طبعا صحراء جرداء بس في زرع وفي ماء. يعني على الطريق لنا اكثر من حوالي ساعتين، اعذرونا طبعا على زي ما انتم شايفين. طبعا هنكمل معاكم الرحلة وهنعرفكم ليوة كمدينة وكصحراء للمنطقة الغربية، وتل مرعب أو صحراء الغربية في أبو ظبي، طبعا جزء من الربع الخالي للمملكة العربية السعودية، ومكان سياحي عظيم جدا. يبين طبعا إن الصحراء دي ما اتلمستش أو إنه يعني ما فيهاش كتير مشاريع إلى آخره. وزي ما انتم شايفين هي بيور شيبس، يعني السيلويت والهوريزون. ودعواتكم لينا نرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله.